أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له لينذر من كان حيا القول على وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ شارب أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا صدق الله العظيم.
ولهم فيها منافع ومشارب. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا
وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العظيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا 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 ونسي خلقه بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 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 بلى
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فغدا والذي أخرج المرعى فجعله إلا ما شاء الله إنه يعلم إنه يعلم الجهر وما يخفى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجى صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك يا ربنا على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر وارحم لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله يا ربنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه هو النوم ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. استمعتم لحديث رب العباد العباء من ذلك العالم القراني من فضيلة القارئ الشيخ عمرو زاي قارئ لزاوة الجزيرة قارئ دول العالم العربي الإسلامي والمقيم الفلكي ذو محافظة ولوليد الشرادقاء وكفر مخازن الفراشة ذو محافظة الدعير الحاج عمرو حسن المقيم بجوار كفر البساط ونسأل الله العلي وبالثواب ما تلي هذا اليوم من القرآن أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعله مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن عليك رفيق. ونسألكم براءة الفتاح الرحيم قاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.